مرحبا بكم في كيف نعمل جملة تركية بسيطة وكاملة المعنى، الحلقة الثانية. لنرى ماذا أعددنا لكم. طبعا الضمائر التركية وهي بن، سان، أو، بيز، سيز، أونار، ثم أحرف الجر والتعريف وهي إلى، في، من، مع، وأداة التعريف، ثم الأفعال المختارة وهي يشا بمعنى يعيش، آل يأخذ، هشنان يعجب، يرش يسابق، جيفان يثق. ومن الأسماء أو المكملة للجملة سراي بمعنى قصر، أربا بمعنى سيارة، زمان بابامز أبانا، وأو هو. ونأخذ المثال الأول. نحن نثق بأبانا في هذه اللحظة. في هذه اللحظة هي مفتاح الزمن وهو شواندا أي شمديكي زمان. الفعل جيفان سيصبح جيفانيور وهو بسبب شمديكي زمان. ثم إذا أضفنا بيز الضمير يجب أن نضيف له أوز لتصبح جيفانيوروز. ثم أبانا بابامز إلى أبانا أو بأبانا بابامزا لتصبح بيز شواندا بابامزا جيفانيوروز. أما المثال الآخر، سيشتري السيارة السنة القادمة. السنة القادمة نمزدكي يلدا وهي مفتاح الزمن بمعنى المستقبل. آل ستصبح آل جاك بسبب السنة القادمة. ثم أو لا يوجد أي إضافة بسبب أو وهو الضمير هو. أربا سيارة عندما نعرفها تصبح أرباي، إذن ستصبح أو أرباي نمزدكي يلدا آل جاك. ولنبحث المثال التالي. أنت معجب بها، سمع من أحد، وهو مفتاح الزمن وهي قاعدة مشمش. الآن نأخذ هوشلان الفعل ونضيف إليه مش حسب الأصول والقواعد. ثم سان تصبح الإضافة سن، هوشلان مش سن. أوكي. وهنا أو أوندان بها ستصبح سان أوندان هوشلان مش سن، أنت معجب بها. ولنرى هذا المثال التالي. أنتم عشتم في قصر في الماضي. مفتاح الزمن هنا في الماضي، أسكداً بمعنى أسكداً، ستصبح ياشاد حسب القواعد ياشاد. ثم سيز إذا أضفنا الضمير سيز ستصبح نز لتصبح ياشاد نز. ثم سراي في القصر سرايدا لتصبح آخر شيء سيز اسكيدان سرايدا ياشاد نز. ولنأخذ المثال الأخير. هم يسابقون الزمن دائما. دائما بمعنى دائما وهو مفتاح الزمن الدال على المضارع المتكرر. ولنأخذ الفعل يرش وإضافة المضارع المتكرر إر لتصبح يرشر، من ثم الضمير أمنر لتصبح لار الإضافة لتصبح يرشر لار، من ثم زمان الزمن مع الزمن زماننا لتصبح أخيرا الجملة كاملة أمنر زماننا دائما يرشر لار. لا تنسونا بدعمكم والاشتراك في قناتنا. شكرا.